يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من مات ولم تبلغه رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكم في من مات ولم تبلغه رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرضية أنه ما بلغته، لأن رسالة محمد بلغت المشارق والمغارب، أولا بواسطة الدعوة والجهاد، ثم الآن بواسطة وسائل الإعلام. فدعوة الإسلام بلغت المشارق والمغارب، ولا هناك دولة الآن على وجه الأرض ما فيها مسلمون. ما نعلم أن هناك دولة ما فيها مسلمون، أقليات مسلمة، ناس مسلمون يدرسون هناك، ولا لهم ولا سفارات سعودية أو سفارات إسلامية، حتى ما هي سعودية، سفارات من بلاد المسلمين. فالإسلام بلغ، دعوة الرسول بلغت المشارق والمغارب، وكونه ما بلغ، قال ما بلغت بعض الناس، هذه فرضية، هذه أمور افتراضية. نعم.